السلام عليكم، اهلا بكم في حلقه جديده مع اسامه، نتناول فيها اهم اخبار النادي الاهلي وكره القدم المصريه، وان شاء الله باذن الله انتظرونا في حاله الاهلي خط احمر النهارده الساعه 9 مساء ان شاء الله. هنبدا من كره القدم المصريه، وهنبدا من قد ايه الشغف للاعبي المنتخب ولمباراه المنتخب عند جماهير كره القدم المصريه اصبح يعني شبه يتلاشى. هتقولي المباراة فعلا تحصيل حاصل ودي مباراة مش مهمة، ولكن ان يكون مفيش عدد بهذا الشكل من الدعم الجماهيري ومفيش تخطيط من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم ان يكون في المستقبل في مباراة المنتخب المصري عدد بحد ادنى، يكون في تشجيع محترم لمنتخب مصر، واعتقد يعني احنا محتاجين بس ناخد قرارات واجراءات ادارية ونطبق اللوائح والقوانين والعدالة والنزاهة والشفافية، هيعود مرة أخرى ربما شغف جماهير كرة القدم المصرية للمنتخب المصري والحضور في المدرجات. ولكن خلينا نطلع من التصريح المهم اللي احنا لازم نقف عنده عند محمد غرابة لما اتكلم بوضوح عن ما حذرنا منه من أسبوع تقريبا أو 10 أيام من فكرة تداخل معسكر المنتخب القادم مع مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني. قلنا معسكر المنتخب هيخلص يوم 17 اكتوبر، مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني في تنزانيا هتبقى يوم 20 اكتوبر، فلو عايزين تعملوا مباراة ودية بلاش تحطوا المباراة الودية في اخر يوم في المعسكر تبقى 17 عشان ما يحصلش الازمة دي. عندنا تصريح واضح من مسؤول عن المنتخب وهو الاستاذ محمد غرابة طلع وقال هنخطط من الان لعدم التداخل وعدم حدوث ازمة مع النادي الاهلي ومنتخب مصر مستقبلا في المعسكر القادم، هنحاول نختار مواعيد المباريات بدري شويه عن يوم 17، وده معناه ان الناس واضح لها الازمه وواضح لها المشكله. بالتاكيد الكاف شيء غريب جدا ان هو كل معسكر او توقف دولي يكون بعده مباراه ب3 ايام، شيء غريب جدا الحقيقه ومش مفهوم بالنسبه لي من المواعيد الكاف، وبالتاكيد علينا تحفظ وتحفظ كبير جدا على مواعيد الكاف، ولكن احنا بنخاطب الناس اللي المفترض يهمها مصلحه النادي الاهلي، اللي هم النادي الاهلي ده ممثل كره القدم المصريه، وبنخاطب الاتحاد المصري لكره القدم، وبنخاطب المنتخب المصري لكره القدم، لان الحقيقه موقف صعب جدا هيفضل الكاف حاططنا فيه. طب قدرنا نصل لوسيله تعاون مع الاتحاد المصري لكره القدم وده الطبيعي، والمنتخب مصر روي فيتوريا وده المفترض الطبيعي. طب المنتخبات الاخرى علي معلول بيتسي تاو اليو ديانج، قصه صعبه جدا وبائسه عايشينها مع هذا الاتحاد القاري الحقيقه، يعني من احمد لمتسبي يا قلبي لا تحزن باختصار شديد يعني فده الموضوع اللي اتكلم فيه محمد غرابة واللي احنا وضحناه، وكنا محتاجين نحط سبوت على التصريح ده، مش عايزينه تصريح ليس كل ما عرف قال، عايزينه تصريح يتم الالتزام به ونفض الاشتباك ما بين الاهلي وسيمبا التنزاني ومعسكر المنتخب القومي. لكن الحقيقه امبارح حصل يعني حادث جلل في الوطن العربي وهو زلزال قوي جدا واسفر عن حالات وفاه من اشقائنا في المغرب، فكل المواساه لاهلنا واخواتنا في المغرب، ربنا يرحم امواتنا من اشقائنا في المغرب ويرزق اهلهم الصبر والسلوان. الموضوع صعب جدا وزلزال قوته قويه جدا، ويمكن على هذا الاساس مباراة المغرب اعتقد تم تأجيلها من قبل الاتحاد المغربي، وده شيء طبيعي جدا ويكون في حداد في المباريات متعلقة بالدوري المغربي، فرحمة الله على من توفاهم الله في زلزال المغرب وربنا يلهم اهلهم الصبر والسلوان. خلصنا من قصة المنتخب وقصة التداخل في المباريات، هنروح لقصة طبعا مش هروح لبقى الاداء وفكرة الاداء والقصة الصعبة دي، خلاص الاربع لاعبين رجعوا لمعسكر النادي الاهلي والموضوع تم بشكل يعني منطقي وعقلاني، واداء المنتخب واضح يعني ان الدنيا صعبة جدا. انا دايما بقول لكم الكرة في مصر النادي الاهلي ومحمد صلاح، حتى محمد صلاح كان غايب عن المنتخب هينضم النهاردة للمعسكر من اجل المباراة الودية مع منتخب تونس، لكن ان يكون المنتخب المصري بيلعب والترند في الاعلام هو مهاجم النادي الاهلي المنتظر اللي انا مش هقول اسمه الا لما النادي الاهلي يعلن اسمه، برغم ان انا قلت لكم من البدايه مهاجم النادي الاهلي مش افريقي، بعض الناس طلعت قالت لا افريقي، قلت لكم مفيش افريقي اصلا مهاجم النادي الاهلي، ربنا بس يتم الصفقه على خير لان
زي ما بقول لكم وقلت لكم مفيش افريقي، بقول لكم مفيش بديل حتى الان. هو ده يا هنتعب جدا. فالحقيقه في ناس في الاعلام خدت الموضوع بالعلم، خدت الموضوع بالتخصص، وناس في الاعلام خدت الموضوع بالهري، وخدت الموضوع بالفهلوه، وخدت الموضوع بالانتماءات الشخصيه. كان جالك قناه الزمالك كنت رحت يا استاذ ابراهيم؟ انت ليه رفضت تروح قناه الزمالك؟ انت زملكاوي، انت زملكاوي، ومش هتقدر تنكر ده، ومش هتقدر تتعامل على انك محايد الحقيقه، لانك ما بتعرفش تعملها. انت بتشوف كابتن سيد عبد الحفيظ ما بيدخلش الممر الشرفي، تبدا تقول هي فين الروح الرياضيه؟ طب بالنسبه اللي كان الرئيس المعزول ده كنت تقدر تقول كلمه واحده؟ مش خوف، انت ما عندكش رغبه انك تقول، ما عندكش رغبه انك تقول. تشوف جماهير النادي الاهلي بتتكلم عن شيكابالا او في سب بيوجه لشيكابالا، لكن فين موقف شيكابالا؟ انت دايما تطلع كده من الجنينه تمسك الموبايل وتبدا في سيد حفيظ عمل حاجه، تعالى يلا. طب مجله الزمالك بالمهازل اللي كانت بتعملها طلعت عملت حاجه؟ لا، رديت لا. احمد الغمري معدل معانا البرنامج خط احمر بعت لك بشكل واضح، مش انت بتتكلم عن سيد حفيظ، رد على مجله الزمالك وما حدث في مجله الزمالك. ما ردتش، انت زملكاوي، بس المشكله ان انت نساي. ما هو الزملكاوي نساي ليه؟ لان هو مش بيعتمد على مهنيه ولا موضوعيه بقدر ما هو بيعتمد على فكره ان انا زملكاوي. مش عيب على فكره بالنسبه انك تكون زملكاوي، لكن عيب انك انت ما تبقاش فاكر انت قلت ايه في المواقف اللي زي دي. مهاجم النادي الاهلي تبعا للمواقع عمره 35 سنه، فطلع يقول ايه؟ لو انت هتدفع 1,400,000 في مهاجم عمره 34 ولا 35 سنه يبقى قلته احسن، ده انت واخد كل البطولات. انا اسف جدا، يعني انا اسف بجد والله العظيم. انا بشوف حاجات كتير بتطلع من الاعلام الرياضي، لكن فكره كمان الناس اللي المفترض بتقدم حفلات خاصه بالاتحاد وناس بتقدم لها برامج توك شو على القناه الرياضيه الحاصله على حقوق الدوري المصري ويطلع، يبقى هو ده التفكير، ان انت بما انك محقق البطولات فما تدعمش. ازاي يعني؟ ازاي يعني؟ ازاي تقول للسيتي انت ازاي بتبحث عن صفقات وازاي بتجيب ده، انت واخد كل البطولات؟ ازاي تيجي لريال مدريد في وقت من الاوقات واخد دوري ابطال اوروبا واخد الدوري الاسباني واخد كل، ازاي بتدعم؟ يا جماعه الكلام ده هو في كده في العالم كله؟ هو انت مش، طب هنفترض ان انا المفترض ما ادعمش، وافترض ان انا عايز اوصل للسكواد اللي انا لعبت بيه الموسم الماضي، هو انت مش واخد بالك ان في بطولات مستحدثه ومنافسات اقوى، والمفترض انت تقوي نفسك من اجل هذه البطولات؟ انا عارف ان طبعا مش من طباعك او مش من انتمائك او مش من اهوائك او مش من رغباتك ان النادي الاهلي يحقق مثل هذه البطولات للعام الثاني على التوالي، يعني الموضوع بيبقى مؤلم الحقيقه وصعب شويه. طيب بالنسبه لمحمد شريف اللي خرج ده، مش المفترض يجي مكانه مهاجم؟ هتقول لي صلاح محسن، اقول لك صلاح محسن في قائمه الانتظار، يعني يعادل شادي حسين اللي خرج برضه. طيب لا، اصل الاهلي جاب صفقات مميزه زي رضا سليم وامام عاشور، وصفقه المهاجم ده مش مميزه؟ الحقيقه مش انا ارد عليه، الحقيقه ارد عليك واحد في نفس القناه، ولكن اتعامل بدون اهواء، اتعامل بالعلم، راح للمتخصصين، راح لحسن البلتاجي، راجل عايش في المانيا شغال في تحليل الاداء، اتكلم عن المهاجم ده، قول لنا القصه ايه؟ قال لهم الراجل ده ما ينفعش حد يتكلم عن سنه، وما ينفعش حد يتكلم عن 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 راتبه اللي بيتقال ان هو عالي ده، لان الراتب ده مش عالي، والراجل ده اساسا يعني امكانياته اكبر بكتير من الدوري المصري واللعب في افريقيا. ده حسن البلتاجي. طب المحمودي قال ايه بقى لما اعتمد على العلم والتحليل وراح للارقام والاحصائيات؟ قال لك الراجل ده مناسب جدا لفكر كولر. الراجل ده كان بيلعب مع كولين تحديدا وتألقه في موسم 2021 لما كان كولين بيلعب الضغط العالي وكان رابع فريق في الدوري بينفذ الضغط العالي، فالراجل ده كان بيسجل من اقل الفرص. قال لك العرضيات اللي اتلعبت في الموسم ده كان المفترض الاكسبكتد جولز منها، يعني الاهداف المتوقعه من العرضيات اللي لعبها فريق كولين في الموسم ده يسجلوا 11 جول، سجلوا 12 منهم 9 جايبهم هذا المهاجم. انت متخيل؟ ركز بقى على فكره الطول، التارجت مان المحطه بمعنى الكلمه اللي تقدر تطلع عليه بالسكند بول، ركز على وجود حد زي علي معلول، ركز على تعاقد، ما كانش تعاقد كده
بشكل فيه سذاجه، او يلا نجيب لاعب تالق، ركز على تعاقد واحد زي رضا سليم عنده قدره على لعب العرضيات بشكل سليم، تقدر تفهم كولر حاطط مشروع ايه للموسم الجديد. كولر مش هيعتمد على انه يقدم لك نسخه النادي الاهلي الموسم الماضي بنفس اسلوب اللعب، لا، لان بالتاكيد اسلوب اللعب بتاعك هيتحفز، وهتبقى واقف على فكره المهارات الفرديه عند بيرستاو والشحات. لو مش في حالتهم الموقف هيكون ايه؟ البداله هتكون ايه؟ فعشان كده كان التعاقد مع مهاجم بنسخه مش موجوده عنده هو محتاجها، التعاقد مع جناح بشكل مختلف. انت عندك حمدي فتحي اللي كان بيعمل اختراقات للعمق ويلعب ضربات الراس، دلوقتي هيكون عندك المهاجم يقدر يعمل ده، لان انت كنت تفتقد مهاجم يريد ضربات الراس. فالاختيار لم يكن عشوائي، والاختيار ليس ساذج. اما بخصوص السن فانت ليك راي اصلا في السن ده، لما طلعت اتكلمت قلت عبد الله السعيد 35، احمد فتحي 34، وقمت ذكر وليد سليمان في النص عشان تكبر وليد سليمان وكان عنده 31، وقلت العمر مجرد رقم، ودول اكفأ لعيبه موجوده في الدوري المصري. ايه اللي غير قناعاتك عن السن؟ هو القناعات اللي اتغيرت، لان النادي الاهلي هو اللي اختار يتعاقد مع لاعب، لكن عادي بيراميدز يتعاقد مع عبد الله السعيد ويجدد مع عبد الله السعيد ويمدد مع عبد الله السعيد، افضل لاعب في مصر، افضل لاعب في مصر. السن بقاش مجرد رقم، السن بقاش مجرد رقم. طب المقابل المالي، حضرتك الراجل ده كان بياخد اخر راتب ليه 4 مليون دولار، فلما انت تجيبه بنصف القيمه دي فانت جبت كواليتي مختلف لدوري مصري بشكل مختلف. في النهايه لازم يكون واضح للناس ان اللي بيبدا يحارب من فقط لغير بعض الاخبار المنتشره في المواقع وبعض الصحفيين العالميين اللي كتبوا بالتاكيد والاكيد ان في مفاوضات، لما يبدا من دلوقتي تعرف اللي جاي ايه، تبقى فاهم القصه ماشيه ازاي مع المهاجم ده، وفاهم هيتلعب عليك ازاي كمتلقي ومشجع للنادي الاهلي. صدقوني الصفقه دي اذا اكرم ربنا وتمت من اقوى الصفقات اللي جت في الدوري المصري بفكر مختلف، فكر بره الصندوق. عجبني المحمودي لما قال ان لما تشوف اللاعب ده لازم تعرف ان اللاعب ده ترشيح كولر واختيار كولر. هو ما عندوش معلومه، لكن واحد فاهم ان لاعب بالجنسيه دي بيلعب في الدوري القوي ده بالسن ده باختيار، ده مش اختيار تيم سكاوتنج للنادي الاهلي، ده اختيار واللاعب بره الصندوق بتاع كولر. حد عارف انت فاهم الدنيا ماشيه ازاي؟ لما بنقول لناس كولر اللي فاوض، ازاي هو كولر بيتفاوض؟ يا جماعه ده كولر عمل يعني مكالمه مع زوجة اللاعب، عمل مكالمه مع زوجة اللاعب عشان يوضح لها قد ايه الاجواء في مصر، وانها ما تقلقش على المدرسه مدارس الاولاد، وان القصه هتكون ملائمه جدا ومناسبه ليها في مصر. وخد بالك لما كولر يتفاوض ويقدم النموذج ده، وكولر يتفاوض ويقدم النموذج عن النادي الاهلي وعظمه النادي الاهلي وبطولات النادي الاهلي والمشاركه في كاس العالم للانديه، لازم تبقى فاهم ان ده التفاوض السليم. انت وانت بتتفاوض باسم النادي الاهلي انت ما ينفعش تقول لي في صعوبه، لان انت بتتفاوض باسم اعظم نادي في القاره يا سيدي، مش هنقول كلام مرسل، اعظم نادي في قاره افريقيا هو النادي الاهلي، حامل البطوله الافريقيه 11 نسخه، مشارك في كاس العالم للانديه 5 مرات متتاليه، منهم المرتين اللي خلاص ضمن الاهلي مشاركه فيهم القادمه وبعد القادمه ب 32 فريق. فانت ازاي يكون معاك النادي الاهلي ومش قادر تسوق اسم النادي الاهلي؟ لدرجه ان كولر لما سوق اسم النادي الاهلي جاب مهاجم اوروبي. طب ايه اللي معطل حتى هذه اللحظه بقى التفاوض؟ بالمناسبه ما كانش في اي عطل على فكره نسب الوكيل ونسب اللاعب والكلام ده، كولر انهى الكلام ده، يعني كانت رايحه مقشره، كان الكلام كله منتهي ما بين كابتن محمود الخطيب وبين مارسيل كولر، رايحه مقشره، هنعمل كذا لا كذا لا كذا لا كذا لا كذا لا كذا، الكلام كان بين رئيس النادي الكابتن محمود الخطيب ومارسيل كولر، وكانت الصفقه خلصانه بمعنى كلمه خلصانه. طب ايه اللي معطل القصه دي؟ كانت الاسره، والواد اللاعب قال لك اسرتي لازم اخد رايها، لان هينتقل لدوري مصري، ويعني دوله اول مره يعني يجي افريقيا اللاعب ده،
وبالتالي الموضوع مختلف عليه، والصراعات الافريقيه والسفر في افريقيا والكلام ده كله والمدارس في مصر، فكان لازم يكون في اطمئنان. فكولر كان حريص ان هو يكلم زوجه اللاعب ويعقد مكالمه بالفيديو مع زوجه اللاعب ويوضح لها الامور ويطمنها على الاجواء المصريه. وكولر سويسري، يعني اكيد كلمته كمان هتكون مصدقه في القصه دي، وده دور المدير الفني اللي عاوز ينجح. العطله فين؟ العطله ان لسه مش عايزين نوقع اي عقود مع اللاعب الا لما يتم اجراء الفحص الطبي في دوله متقدمه جدا جدا في الطب، ودوله يعني اللاعب كان محترف فيها وبيلعب فيها. وما زلت برضو مش هتكلم في اي حاجه الا لما الاهلي يعلن، لكن كلكم عارفين الاسم وعارفين اسم البلد دي. وخلال 24 ساعه هيتم الفحص الطبي في كبرى المستشفيات في هذه البلد. كولر حابب ده، وحابب ان يكون في فحص طبي شامل، خاصه ان انت بتتكلم عن لاعب عمره فعلا يعني 34 35، بتتكلم عن لاعب ايضا انتقال حر، وبالتالي هنا لابد من تاكيد الفحص الطبي مره واثنين، او على الاقل يتعمل في مستشفى من المستشفيات الموثوق فيها في دوله متقدمه جدا في هذا المجال. وان شاء الله يعني يطلع الكشف الطبي سليم ويجتاز اللاعب الكشف الطبي ويتم توقيع العقود، ويصل اللاعب ربما بقى يتم حجز التذاكر الى المملكه العربيه السعوديه مباشره، ربما ياتي الى مصر على حسب وقت انهاء الصفقه تماما. ويا رب ادعوا كده بس ان الصفقه تتم على خير، لان مش عايزين اي مشاكل تدخل في يعني القصه، واي تدخلات تدخل في قصه هذا المهاجم اللي بالتاكيد ان شاء الله هيكون اضافه للنادي الاهلي. بما اتكلمنا عن الفحص الطبي، لازم اقول لكم ان طبيب الفريق اللي تم تعيينه مكان دكتور احمد ابو عبله، دكتور تامر ابو العنين، يعني قدم استقالته او تم اعفائه من مهام عمله. ربما الاختيار لم يكن الافضل، ربما هو اداريا بشكل اكثر من طبيا، هو متخصص في شيء في ما هو متعلق بالعظام، لكن في النهايه يعني النادي الاهلي والجهاز الفني بالاجماع يعني وصلوا لمرحله مع رئيس الجهاز الطبي اللي هو الدكتور تامر ابو العين ان يعني نتمنى له التوفيق، وان هو يعتذر عن استكمال مهمته. واتمنى ان شاء الله النادي الاهلي يعني يكون حريص على ايجاد طبيب رئيس الجهاز الطبي يعني يدي الدعم للفرقه دي ويحافظ على سرعة استشفاء اللاعبين على أقل تقدير. هو ملوش علاقة بالإصابات، لكن له علاقة لو الإصابة تكررت مع اللاعب في نفس المكان، هنا بقى يبقى القصة صعبة جدا. فنتمنى الشفاء طبعا لمتولي والعمر السلية واللعيبة المصابين، نتمنى النادي الأهلي أنه يوفق في يعني تعيين رئيس جهاز طبي على أعلى مستوى. يمكن دي كانت آخر أخبارنا. أخيرا بس أتمنى يكون أزمة تذاكر مباراة السوبر ما بين الأهلي واتحاد العاصمة في طريقة الحل. الكلام اللي بيتقال إن بيتم يعني فتح الحجز بشكل تدريجي، وبيتم يعني ضخ بعض التذاكر مش بشكل كامل، جزء يخلص جزء ينزل، مش فاهم ليه، ولكن نتمنى إن شاء الله إن جبنا الأهلي تكون هي لها الغلبة في الملعب، بإذن الله إن الأهلي يحقق أول بطولة في أول الموسم. عشان نقول لمارسيل كولر كل سنة وأنت أهلاوي، كل سنة وانت طيب. النهاردة يعني يوم توقيع او مرور سنة على توقيع مارسيل كولر، اهم صفقة من وجهة نظري في الحقبة الاخيرة، مارسيل كولر وتعاقده مع النادي الاهلي. الرجل المخلص، الرجل المبدع، الرجل بالنسبة لي الملهم اللي مش واخد حقه اعلاميا بشكل غريب جدا جدا جدا. نتمنى يكون في حلقات مكثفة مع برامج توك شو كبيرة مش بس رياضية، يظهر من خلالها كولر الوجه الحسن للمدير الفني الكريدت في تاريخ مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي. كل سنة وانت أهلاوي مستر كولر، إن شاء الله السنة الجاية يكون مزيد من تحقيق البطولات. نشوفكم على خير، والأهلي دائما منتصرا، الأهلي فوق الجميع. سلام.